تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ صافا مزيان هانين، جمعة مباركة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. ورمضان مبارك كريم اخوتي. اليوم واحد التوليعة مسائية وراه كاين الجديد، دخلنا واحد الكوبلة ديال الكتيطان اخوتي، غادي نولعكم فيها وغادي نسرقو لكم ان شاء الله شي بكورة، حيت اخوتي ملي كنطلق لكم الكورة كاملين والحمام كامل كيرونوني واحد شوية وما كنبقاش نعرف ما نشد. اليوم المهم غادي نسرقو لكم شي بياسات وغادي نولعكم في الكوبلات ديال الكتيطان ومرحبا بكم. وما تنساوش اخوتي اللي دخل عندنا اول مره ما ينساش يدير جيم ويدير ابوني وتفعيل الجرس وشي تعليق زوين، ومرحبا بالجميع. يلا نبداو اخوتي، خليكم معايا. يا بسم الله اخوتي، كيف ما كتشوفوا هذه هي البياسه الاولى ديال الكتيطان، هذا هو الذكر اللهم بارك. الله يبارك للجميع. ذكر اخوتي خو ديك الانت الكحله اللي كانت مشات ليا، راه كاين زوين تبارك الله من عند مولوع واحد. الله يبارك للجميع اخوتي كيف ما كتشوفوا. وغادي نخرجوا لي الانت اخوتي، ها هي. ها انتم اخوتي حنا طلقناهم لكم في الارض، نولعوكم فيهم شويه. الله يبارك اخوتي والله يبارك للجميع. تبارك الله ما شاء الله، البياسات ما شاء الله اخوتي راه في المستوى. بلا ما نشكر بلا ما نقول شي كلمه اخوتي، راه سبحان الله شي حاجه ملي كتكون مليحه راه كدوي على راسها. والله يبارك للجميع اخوتي. تبارك الله ما شاء الله اخوتي. خصوص الانت اخوتي عجبتني في هذا اللوين، هذا زوين تبارك الله. الله يبارك. ذكر راه باين الغرابي راه كيكون تا هو تبارك الله ما شاء الله عليه، اللوين راه تيكون زوين. ايوا اخوتي راه باقي جتي الله مبيضه، راه باقي مازال مشوش اخوتي، راه تبارك الله راه انتي في المستوى. الله يبارك لينا فيها والله يبارك للجميع، الله يسخر جميع الموالع داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تبارك الله ما شاء الله اخوتي، يخلق الله ما يشاء. يا ساتر اللهم بارك، ديال الكونكور اخوتي. ذكر ديالنا ديال البول اخوتي اللهم بارك. هذا راه مولف كيولعنا اخوتي، حيت هاد الايام داير توع مع الانثى ديالو باغا تبيض، داكشي علاش ما بقيتوش كتشوفوه بزاف، راه غير لاصق في الانثى ديالو، ما بقى كيبغي يتفاوت ليا حتى قنت. ودابا خوتي غادي نطلقوا لكم الحميمات تولعوا فيهم شويه، ولا غادي نخرجوا عندهم ديريكس، غادي نخليوا هاد الكوبله هادي تبقى هنايا حيت باقي يلاه بغيت نزوجهم، غنسدوا على الذكر البول ولا يمشي يدير لنا شي عمله
خويا عاد انت ديال انت هكاك الله يرضي عليك. دابا غنخرجوا عند الحميدمات ديالنا تولعوا فيهم شويه اخوتي. اللهم بارك. هادي راه بياسه ديال السيفيانوس اخوتي، راه كيف كنقول لكم راه والله بقى ما بينت ليا واش ذكر ولا انثى الله اعلم. ذكر ديالنا ديال الخنيسي راه حطات الانثى ديالو البيضه الثانيه، اللهم بارك. الله يبارك اخوتي، الله يبارك للجميع. الخير تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله ما شاء الله اخوتي. كاير ديال الخنيسي الاحمر اخوتي راه دايرينو مع الانثى الاخرى الصمصاليه، دايرينو حتى هو بغينا نشدو منه واحد البيضاش. حيت هاد الوقيته اخوتي راه صافي الخدمه بدات دركايا، خاصنا نخدمو مزيان. كاير الخطيره هو كيفما كتشوفو، راه حتى هو حاطين واحد البيضه ديال الفوياجور كينغ، اللهم بارك. ها هو اخوتي كيفما كتشوفو، تبارك الله ما شاء الله. غير ديالنا دي السيفيانوس كيف ما كتشوفوا، راه حتى هو حيدنا ليه ديك الانثى اللي كنا دايرين ليه، راه ولا جالس غير على التمهيد. الذكير ديالنا الغني على التعريف السيفيانوس، ما بقى لي اخوتي الذكير هذا انت يكمل البداله ديالو، حيت توحش داك التصفاق ديالو، اللهم بارك. هادي راه كيف قلت لكم راه بتسطيني، راه والله ما عرفت كدير تصرفات ديال الذكر، والله اعلم. اللهم بارك. تبارك الله ما شاء الله اخوش. اللهم بارك كما كتشوفوا خوتي كينغ، تبارك الله ما شاء الله. كاير ديالنا ديال السيفيانوس كيف ما كتشوفوا حتى هو، الله يبارك. الذكر الاحمر اخوتي كيف ما قلت لكم راه دايرو مع هذيك الانثى، حيت هذيك الانثى الاخرى ما كطيرش عندي، طلقت شي جوج ديال المرات وكتمشي ليا عند مولاها، داكشي باش وليت دايره غير في القفز، باغي نشد منها ان شاء الله غير شي تبيضات، نطلع منها شي فريخات ان شاء الله ونخرجها ونتولعوا ان شاء الله ديك الساعه في ولاد اخوتي، حيت انت وراه تبارك الله راه فيها واحد المواصفات واعرين، اللهم بارك. داكشي باش اخوتي. الذكر الاحمر راكم عارفين اخوتي راه غني على التعريف، اجي كينغ اجي، تبارك الله ما شاء الله. الحمام الزاجل اخوتي ها انتوما الحمام الزاجل، اللهم بارك. ذكر الخنيسي اللهم بارك اخوتي كيف ما كتشوفوا، تبارك الله ما شاء الله. غنحلوا عليهم دابا اخوتي السجنه وندخلوا الحميمات، نتمنى تكونوا تولعتوا معانا
ومرحبا بكم اخوتي. واللي عنده شي سؤال اخوتي خلي لينا، راه ما عندناش مشكل، واي حاجه بغيتوها راني معكم اخوتي. ونتمنى تكونوا استمتعتوا معنا كيف قلت لكم، وتحياتي لكم وتحياتي لكاع المولع، وفي امان الله اخوتي.